قول رابعه ابتدائي بيذاكر كام ساعه في اليوم دلوقتي استعداد للامتحان؟ حاليا دلوقتي هو دلوقتي طبعا احنا بنذاكر وانس ان بيجي من المدرسه بياخد ساعه بريك، سواء بينامها او بياخدها بريك شويه، وبعد كده بنبدا بقى نذاكر. مفيش اكل؟ فقره ما هي الغداء. ساعه الساعه البريك دي هي ينام البريك دي ينذاكر، غدا هي ساعه بريك تتغدى بقى تنام تتشقلب هي ساعه بتاعتك وخلاص، وبعد كده نبدا بقى المذاكره نشتغل على طول. لغايه الساعه كام؟ لغايه الساعه 8 9 وبعد كده بيبدا ينام. يعني ما بيعملش اي حاجه يا حبيبي غير المذاكره؟ لا الفتره دي لا، لان احنا امتحاننا خلاص يوم السبت، ربنا ما عندناش وقت. طب ما بيزودش منك بقى في فتره المذاكره لا الطويله دي؟ كتير طبعا. بيعمل ايه؟ بيفصل ساعات مني وهو بيذاكر حقيقي. اللي هو خلاص المعلومه، وبيبقى عارف يعني ساعات بيبقى مذاكر الجزء ده قبل كده وافكره احنا مذاكرين ده قبل كده، بس هي في اللحظه دي خلاص المعلومه راحت منه. ايوه. فبالتالي بنبدا ممكن نفصل شويه، ممكن اغير الماده اللي احنا بنذاكرها ناخد ماده ثانيه بحس ان هو يرجع تاني يستوعب. بلاها رياضيات خش في خش في حاجه. عايزه اقول لك حاجه، هو اصعب حاجه موضوع الماس والساينس الصراحه. عندهم الموضوع صعب جدا. ايوه ربنا معاهم ان شاء الله، ربنا هيكون معاهم يا باذن رب. الله يا رب.